ابن المنكدر عن جابر ذكر دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مداراة الناس صدقة. قال حدثني أحمد بن عبد الأعلى الشيباني عن الحاكم بن ظهير عن زيد بن رفيع رفعه قال قال صلى الله عليه وسلم أمرت بمداراة الناس كما أمرت بالصلاة المفروضة. قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي قال حدثني عبد الله بن جناد الجهني عن حفص شيخ له قال حدثنا الشعبي عن النزال بن سابرة رفعه قال ثلاث من كنا فيه كان بدنه في راحة: علم يرد به جهل الجاهل، وعقل يداري به الناس، وورع يحجزه عن معاصي الله. قال حدثني أبي قال أخبرنا علي بن عاصم عن الجريري عن أبي السليل قال قال عمرو بن العاص رضي الله عنهما رضي الله عنه: ليس الحليم من يحلم عن من يحلم عنه، ويجاهل من جاهله، ولكن الحليم من يحلم عن من يحلم عنه، ويحلم عن من جاهله. قال حدثنا اسحاق بن اسماعيل قال حدثنا جرير عن ليث عن سلم بن عطيه قال الربيع بن خثيم: الناس رجلان، مؤمن وجاهل، فاما المؤمن فلا تؤذه، واما الجاهل فلا تجازه. قال حدثني محمد بن ادريس قال حدثنا عبده ابو سعيد قال حدثنا ابراهيم بن عيينه قال حدثنا صالح بن حسن عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: المؤمن ملجم بلجام، فلا يبلغ حقيقه الايمان حتى يجد طعم الذل. قال حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا محمد بن طلحه الطويل قال حدثنا عبد المجيد بن ابي عبس الحارثي عن ابيه عن جده قال: حض رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدقه، فقال علبه بن زيد رجل من الانصار: اللهم اني ليس لي مال اتصدق به، فايما رجل من المسلمين نال من عرض شيء فهو عليه صدقه. فلما كان من غد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اين المتصدق بعرضه البارحه؟ فقام علبه بن زيد فقال: انا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قبل الله صدقتك. قال حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة قال حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المدني وقال حدثنا ابي عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغدوا علي بصدقاتكم. فغدوا عليه بصدقاتهم. فقال علبة بن زيد الانصاري رضي الله عنه: اي ربي، انك تعلم ان رسولك قد امرنا ان نتصدق، وليس عندي شيء اتصدق به، واني قد تصدقت بعرضي. فغدا الناس بصدقاتهم، ودخل معهم علبة بن زيد، فقال عليه السلام: أين المتصدق بعرضه البارحة؟ فلم يتكلم أحد. قال: ثلاثة. فقام علبة فقال: ها أنا ذا بأبي وأمي يا رسول الله، قد سمعت قولك ولم أكن تصدقت بشيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى بعرضك فقبله الله منك، بلى بعرضك فقبله الله منك، بلى بعرضك فقبله الله منك. قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا ابو المطرف مغيرة الشامي عن العرزامي عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا جمع الله الخلائق يوم القيامة نادى مناد: اين اهل الفضل؟ قال: فيقوم ناس وهم يسير فينطلقون سراعا الى الجنة، فتلقاهم الملائكة فيقولون: انا نراكم سراعا الى الجنة، فمن انتم؟ فيقولون: نحن اهل الفضل. فيقولون: ما فضلكم؟ فيقولون: كنا اذا ظلمنا صبرنا، وإذا أسيء إلينا غفرنا، وإذا جهل علينا حلمنا. فيقال لهم: ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. الصوت واضح شيختنا، الله يحفظك. اكتبوا يا أخو، بارك الله فيكم. هل الصوت واضح أم في تقطعات؟ واضح يا واضح شيخ، لطيف، واضح واضح جيد، أحسن الله إليكم شيخ. قال ما شاء الله. حدثنا ابو مسلم عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابي صالح قال قال رجل: اللهم ليس لي مال اتصدق بمالي، فمن اصاب من عرض شيئا فهو له. فاوحي الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قد غفر له. قال حدثنا ابن من المنذر الحزامي وقال حدثنا ابو ضمره انس بن عياض عن يحيى بن سعيد قال قال ابو الدرداء رضي الله عنه: ادركت الناس ورقا لا شوك فيه، فاصبحوا شوكا لا ورق فيه. ان نقضتهم ان ان إن نقدتهم نقدوك، وإن تركتهم لا يتركوك. قالوا: فكيف نصنع؟ قال: تقرضهم من عرضك ليوم فقرك. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا سفيان عن محمد بن منكدر سمع أنه سمع عروة بن الزبير رضي الله عنه يقول: حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذن له. فقال صلى الله عليه وسلم: إذن له فبئس ابن العشيرة، أو بئس رجل العشيرة. فلما دخل عليه ألان له القول، قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت: يا رسول الله، قلت الذي قلت ثم ألنت له القول. قال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة: من ودعه الناس أو تركه الناس اتقاء فحشه. قال حدثنا أبو عاقل يحيى بن حبيب بن إسماعيل بن عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت الأسدي
قال حدثنا ابو اسامه عن محمد بن عامر عن ابي سلمه عن عائشه رضي الله عنها قالت جاء رجل يستاذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال بئس اخو العشيره، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فبش به، فقالت عائشه رضي الله عنها فقلت له في ذلك، فقال يا عائشه ان الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قال حدثنا علي بن الجعد قال اخبرني عثمان بن مطر الشيباني قال حدثنا ثابت عن انس رضي الله عنه ان رجلا اقبل الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حلقه فاثنوا عليه شرا فرحب به النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ان قف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شر الناس منزله يوم القيامه من يخاف لسانه او يخاف شره. قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال سمعت بعض المشايخ يذكر عن اسامه بن زيد عن عبد الله بن نيار عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شرار الناس من يتقى مجلسه لفحشه. قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال حدثنا يوسف بن بكير عن ابي شعبه الطحان قال سمعت سالم بن عبد الله يقول ان من ابتغاء الخير اتقاء الشر. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا وليد بن القاسم بن الوليد الهمداني قال حدثنا احواص بن حكيم عن ابي الزاهريات عن جبير بن نفيل عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال انا لنكشير في وجوه اقوام ونضحك اليهم وان قلوبنا لا تلعنهم. قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال اخبرنا حسن بن عمرو الفقيمي عن منذر الثوري عن محمد بن حنفية قال ليس بحليم من لم يعاشر بالمعروف من لا يجد من معاشرته بدا حتى يجعل الله له فرجا او قال مخرجا. قال ابن المبارك لولا هذا الحديث ما جمعني واياكم على حديث الحديث الواحد وعشرون. قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا خالد بن عبد الله عن يونس عن الحسن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال خالط الناس بالاخلاق وزايلهم بالاعمال. قال حدثنا عبد الرحمن بن مصلح قال حدثنا سعيد بن عبد الله بن الربيع بن خثيم عن نسير بن ذعلوق عن بكر بن ماعز عن الربيع بن خثيم رحمه الله قال الناس رجلان مؤمن وجاهل، فاما المؤمن فلا تؤذيه واما الجاهل فلا تجاهله. قال حدثنا اسحاق بن اسماعيل قال حدثنا جرير عن منصور احسبه عن الشعبي قال قال صعصعه بن صوحان لابن زيد انا كنت احب الى ابيك منك وانت احب الي من ابني، خصلتان أوصيك بهما احفظهما مني، خالق الفاجر وخالص المؤمن، فإن الفاجر يرضى منك بالخلق الحسن وإنه لحق عليك أن تخالص المؤمن. قال حدثنا أحمد بن جميل قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرني يونس عن الزهري قال أخبرني عروة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت والله ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه من شيء يؤتى إلي حتى ينتهك من محارم الله فينتقم لله. قال وحدثنا احمد بن جميل قال اخبرنا عبد الله قال قرانا على ابن جري على ابن جري على ابن جريج عن مجاهد رحمه الله واذا مروا باللغو مروا كراما. قال اذا اوذوا صفحوا. قال وحدثنا ابن جميل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سفيان عن السدي في قوله تعالى واذا مروا باللغو مروا كراما قال لم يكلمهم. قال وحدثنا ابن جميل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا جعفر بن حيان عن الحسن قال قال ابو الدرداء من يتبع نفسه كلما يرى في الناس يطل حزنه ولا يشفي غيظه. قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال حدثنا عمر بن شعيب الانصاري عن الحارث بن حصيرة عن أبي صادق عن ربيعة بن نجد قال خطبنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أو قال خطب علي رضي الله عنه أصحابه رضي الله عنهم فقال كونوا في الناس كالنحلة في الطير فإنه ليس شيء من الطير إلا يستضعفها ولو يعلم ما في أجوافها لم يفعل خالق الناس بأخلاقكم وألسنتكم وزايلوهم بأعمالكم وقلوبكم فإن لامرئ ما اكتسب وهو يوم القيامة مع من أحب. قال حدثني الحسن بن الصباح قال حدثني زيد بن حباب قال حدثني مبارك بن فضاله عن عبيد الله بن عمر عن ابي حازم قال لا تكون عالما حتى يكون فيك خصال. النحلة في الطب. قال عن ابي حازم قال لا تكون عالما حتى يكون فيك خصال، لا تبغي على من فوقك ولا تحقر من دونك ولا تاخذ على علمك دنيا. قال حدثنا احمد بن ابراهيم قال حدثنا عنبسة بن سعيد عن عبد الله بن مبارك عن عبد الوهاب بن الوردي قال جاء رجل الى وهب بن منبه فقال اني قد حدثت نفسي الا اخالط الناس فيما ترى. قال لا تفعل انه لا بد. استضعف استضعف يا اخو بارك الله فيكم. قال لا تفعل انه لا بد انه لا بد للناس منك. قال ولا بد لك منهم، لك اليهم حوائج ولهم اليك حوائج، ولكن كن فيهم اصم سميعا اعمى بصيرا سكوتا نطوقا. باب التودد الى الناس. قال حدثني الوليد بن سفيان العطار قال حدثنا عبيد بن عامر الحنفي قال حدثنا علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم راس العقل بعد الايمان بالله التودد الى الناس. قال حدثنا عثمان بن محمد بن ابي شيبه قال حدثنا هشيم بن بشير قال حدثنا سيار قال سمعت خالد القسري على المنبر يقول
يقول حدثني أبي عن جدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا يزيد بن أسد أحب للناس ما تحب لنفسك. يا إخوة هل الصوت بيتقطع؟ بارك الله فيكم. البعض يكتب الصوت ضعيف، واضح جدا، بارك الله فيكم. أحسن الله عليكم. قال حدثني إبراهيم بن سعيد قال حدثنا موسى بن أيوب قال حدثنا علي بن بكر عن إبراهيم بن آدم قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يدلني على عمل يحبني الله يحبني الله عليه ويحبني الناس عليه. قال أما العمل الذي يحبك الله عليه فزاد في الدنيا، وأما العمل الذي يحبك الناس عليه فانبذ إليهم ما في يديك من الحطام. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا سير بن حاتم قال حدثنا عبيد الله بن شميط قال سمعت أيوب السختياني قال سمعت أيوب السختياني قال لا ينبل الرجل حتى تكون فيه خصلتان، العفة عما في أيدي الناس والتجاوز عما يكون منهم. قال حدثني محمد بن حسين قال حدثنا أصمعي قال لما حضرت جدي علي بن الأصمعي الوفاة جمع بني فقال أي بني عاشروا الناس معاشرة إن عشتم حنوا إليكم وإن متم بكوا عليكم. قال حدثني عبد الرحمن بن صالح قال حدثني اخو سفيان بن عيينه قال قال رجل معاويه رضي الله عنه المروءات اصلاح المال ولين الكنف والتحبب الى الناس. قال حدثني عبد الرحمن بن صالح قال حدثني ابن ابي حماد الاسدي عن سفيان بن عيينه رضي الله عنه قال قال وابن منبه لا يستكمل الرجل العقل حتى يستكمل 10 خصال، حتى يكون الخير منه مامول والشر منه مامون، وحتى لا يتبرم بكثره حوائج الناس من قبله، وحتى يكون الفقر احب اليه من الغنى والذل اعجب اليه من العز والتواضع احب اليه من الشرف، وحتى يستقل كثير المعروف من نفسه ويستكثر قليل المعروف من غيره. والعاشره وما العاشره بها شاد مجده وعلا جده، إذا خرج من بيته لم يلقى أحدا إلا رأى أنه خير منه. قال حدثني إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا حسين بن الفرج عن أبي أسامة عن سفيان الثوري عن يونس بن عبيد عن حميد بن هلال قال أدركت الناس يعدون المداراة صدقة تجري فيما بينهم، وكان يقال إذا بلغك عن أخيك ما تكره فألقاه بما يحب فإنك تقضمه جمرته وهو لا يشعر. قال حدثنا أحمد جميل قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا داود بن عبد الرحمن عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه قال يا بني إذا سمعت كلمة مسلم فاحملها على أحسن ما تجد حتى لا تجد محملا. قال حدثني إبراهيم بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن نعمان الموصلي عن مبارك بن فضالة عن حميد بن هلال عن أبي قلابة قال التمس لأخيك العذر بجهدك فإن لم تجد له عذرا فقل لعل لأخي عذرا لا أعلمه. قال حدثني إبراهيم بن سعيد قال حدثنا موسى بن داود عن محمد بن طلحة عن أبي جحادة قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعقل الناس أعذرهم لهم. قال حدثنا عبد الله بن أبي بدر قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبي قال مكتوب في الحكمة لتكن كلمتك طيبة وليكن وجهك بسطا تكن أحب إلى الناس ممن يعطيهم العطاء. قال حدثني إبراهيم بن سعيد قال حدثنا أبو إبراهيم الأزدي الأسدي أو الأزدي قال حدثني ثور عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي قال جلس داود عليه السلام خاليا فقال الله عز وجل يا داود ما لي أراك خاليا قال أجرت الناس فيك يا رب العالمين. قال يا داود ألا أدلك على ما يستثني وجوه الناس إليك وتبلغ فيه رضاي، خالق الناس بأخلاقه محتجز الإيمان بيني وبينك. قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال حدثنا أبو معاوية عن أبي إسحاق الحميسي عن يونس عن الحسن قال التودد إلى الناس نصف العقل. قال حدثنا زيد بن أيوب قال حدثنا محمد بن يزيد الواسطي قال أخبرنا نافع بن عمر بن عمر الجماحي عن سليمان بن عبدة المديني قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تظن بكلمة خرجت من في امرئ مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. قال حدثني علي بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن بكر السامي قال حدثنا بشر أبو نصر أن عبد الملك ابن مروان دخل على معاوية رضي الله عنه عند عمرو بن العاص رضي الله عنه فسلم وجلس ثم لم يلبث أن نهض فقال معاوية رضي الله عنه ما أكمل مروءة هذا الفتى. فقال عمرو رضي الله عنه يا أمير المؤمنين إنه أخذ بأخلاق 4 وترك أخلاقا 3، إنه أخذ بأحسن البشر إذا لقي وبأحسن الحديث إذا حدث وبأحسن الاستماع إذا حدث وبأيسر المؤونة إذا خلف وترك مزاح من لا يوثق بعقله ولا دينه وترك مجالسة لئام الناس وترك من الكلام كل ما يعتذر منه. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الليث عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فأدناه وقرب ورحب به فلما خرج قلت يا رسول الله أليس هذا الذي كنت تذكر؟ قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر منه شرا. قال بلى. قالت
قال بلى، قلت إني رأيتك أدنيته وقربت مقعده. قال إن شر الناس الذين يكرمون اتقاء شرهم. قال حدثنا الحسن بن صباح، قال حدثنا أبو حفص العبدي عن غالب بن القطان عن بكر بن عبد الله المزني قال لا تعادي من الناس من يملك لك ما لا تملك له، ثم تقول هذا الرجل الفاجر تملك أن يبهتك بما يبهتك ويكذب عليك ويقول فيك الباطل وأنت يمنعك من ذلك ما يمنعك. قال حدثنا الحسين بن علي بن يزيد الصدائي قال حدثني أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو طالب عن عبد الوارث عن أنس بن مالك رضي الله عنه فقول الله تبارك وتعالى فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم إلى قوله عظيم. قال الرجل يشتمه أخوه فيقول إن كنت صادقا فغفر الله لي وإن كنت كاذبا فغفر الله لك. قال حدثنا حسن بن صباح قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا محمد بن زيد عن هشام قال كان ابو السواري العدوي يعرض له الرجل فيشتمه فيقول له ان كنت كما قلت اني اذا لرجل سوء. الاخ ابو محمد يغلق الكاميرا بارك الله فيك حتى لا يخرج من المجموعه. قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن ابي كثير ابن ابي بكير عن كنانه بن جبله السلمي قال قال أبو بكر بن عبد الله إذا رأيت من هو أكبر منك فقل هذا سبقني بالإيمان والعمل الصالح فهو خير مني، وإذا رأيت من هو أصغر منك فقل سبقته إلى الذنوب والمعاصي فهو خير مني، فإنك لا ترى أحدا إلا أكبر منك أو أصغر منك. وإذا رأيت إخوانك يكرمونك أو يعظمونك فقل هذا فضل أخذوا به، وإذا رأيت منهم تقصيرا فقل هذا ذنب أحدثته. قال حدثنا محمد بن عباس قال حدثنا محمد بن عمر بن الكميت الكلابي قال حدثنا سلم بن وازع التميمي عن موسى بن عن موسى ابي عمران وكان من طلبه العلم قال قال عيسى بن مريم عليه السلام يا حبيب زكريا صلى الله عليهما اذا قيل لك ما فيك فاحدث لله شكرا، واذا قيل لك ما ليس فيك فاحدث لله شكرا اعظم من ذلك الشكر، اذا يسر لك حسنه لم يكن لك فيها عمل. قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن ابي بكير عن كنانه بن جبله قال قال ابو بكر بن عبد الله وما عليك ان تنزل الناس بمنزله اهل البيت فتنزل من كان اكبر منك منزله ابيك، وتنزل من كان منهم قرينك بمنزلة أخيك، وتنزل من كان أصغر منك بمنزلة ولدك، فأي هؤلاء تحب أن يهتك ستره. قال باب المدارة بطلقة الوجه وحسن البشر قال حدثنا أبو هريرة الصيرفي محمد بن فراس بصري ثقة قال باب المدارات بطلاقة الوجه وحسن البشر قال حدثني أبو هريرة الصيرفي محمد بن فراس بصري ثقة قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا سفيان قال حدثني أبو عباد بن سعيد المقبري عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم حسن الخلق وطلاقة الوجه. قال حدثنا محمد عبد الله بن مبارك المخرمي وقال حدثنا أسود بن سالم قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبيه عن جدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط وجوه وحسن خلق. قال حدثنا علي بن جعد قال اخبرنا سلم بن مسكين عن عقيل بن طلحة عن وكان ابوه قد شهد عامة المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم عن جري او ابي جري الهجيمي قال كنا يا رسول الله ان من اهل الباديه فنحب ان تعلمنا عملا لعن الله ان ينفعنا به. قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تفرغ من دلوك في اناء مستسقي. قال وان تكلم اخاك ووجهك اليه منبسط. قال حدثنا عن ابن مسلم قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا المنكدر بن محمد بن المنكدر عن ابي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من المعروف ان تلقى اخاك بوجه طلق. قال حدثنا داود بن عامر الضبي قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث عن ابن جزء قال ما رايت احدا اكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد سالم التميمي قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا يحيى بن ايوب قال حدثني عبيد الله بن زحل عن القاسم عن ابي امامه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من اضحك الناس سنا واطيبه نفسه. قال حدثنا علي بن حرب الطائي قال حدثنا زيد بن ابي الزرقاء عن ابن لهيعة عن عمارة بن غزية عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من افكاه الناس. قال حدثنا حسن بن الصباح قال حدثنا خلف بن تيم قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم بن مهاجر قال سمعت هذا من اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم قال قال جرير بن عبد الله ما سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم صوتي وهو في بيتي الا اذن لي، وما استقبلني قط منذ اسلمت الا تبسم في وجهي. قال حدثنا ابو الاحوص قال محمد بن حيان قال حدثني عفان بن مسلم
قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا ابو طيحه قال حدثنا انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من احسن الناس خلقا. قال حدثنا يعقوب بن اسماعيل قال ابن حماد بن زيد قال حدثنا ابو احمد الزبيري عن شريك عن يزيد بن ابي زياد عن عكرمه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لقي الرجل فراى في وجهه البشرى صافحه. قال حدثني محمد بن بشير قال حدثني محمد بن بشير الكندي قال حدثنا سلم بن سالم البلخي عن ابي حبيب الموصلي عن مكحول قال التقى يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم عليهما السلام فضحك عيسى في وجه يحيى وصافحه فقال له يحيى ابن خالتي ما لي اراك ضاحكا كانك قد امنت. فقال له عيسى عليه السلام يا ابن خالتي ما لي اراك عابسا كانك قد يئست. فاوحى الله تبارك وتعالى اليهما ان احبكما الي ابشكما بصاحبه. قال حدثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي قال حدثنا عمر بن عامر ابن عامر ابو حفص التمار قال حدثنا عبد الله بن الحسن القاضي قال حدثنا جرير عن ابي الجريري وعن ابي عثمان النهدي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا التقى المسلمان فتصافحا وسلم كل واحد منهما على صاحبه كان احبهما الى الله احسنهما بشرا بصاحبه ونزل بينهما 100 رحمه للبادي 90 وللمصافحه 10 وفي نسخه 30 للبادي 20. الحديث 66 إن شاء الله. قال حدثني أبي قال حدثنا موسى بن داود عن ابن لهيعة عن بكر بن عامر عن سفيان بن محمد قال كان ابن عمر رضي الله عنهما من أمزح الناس وأضحكه. قال حدثنا محمد بن بشير الكندي قال حدثنا علي بن مجاهد عن سعيد بن عبد الرحمن الزبيدي قال إنه لا يعجبني من القراء كل سهل طلق مضحك فأما من تلقاه بالبشر والقاك بالعبوس كأنه يمن عليك فلا أكثر الله في القراء مثله. آمين. قال حدثنا محمد بن عباد المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ اسلمت الا تبسم في وجهي. قال حدثني ابي قال اخبرنا موسى بن داود الضبي عن عامر بن يساف عن يحيى بن ابي كثير قال كان رجل يكثر الضحك فذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال اما انه سيدخل الجنة وهو يضحك. قال حدثنا اسحاق بن اسماعيل قال حدثنا هشام عن منصور قال كان محمد سيرين يضحك حتى تدمع عيناه. قال حدثنا حسن بن الصباح قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن يونس قال كان محمد بن سيرين صاحب ضحك ومزاح. قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا مهدي بن ميمون قال كان محمد بن سيرين ينشد الشعر ويضحك حتى يميل فاذا جاء الحديث من السنه كلح. قال حدثني محمد الحسيني قال اخبرني بشير بن عمر الزهراني عن أم عباد امرأة هشام بن حسان قالت كنا نكون مع محمد سيرين في الدار فكنا نسمع بكاءه من الليل وربما مزح من النهار. قال حدثنا سراج بن يونس قال حدثنا وليد بن مسلم عن الأوزاعي أنه سمع بلال بن سعد يقول كانوا يشتدون بين الأغراض ويضحك بعضهم إلى بعض فإذا جاء الليل كانوا رهبانا. الصوت واضح شيخاتنا بارك الله فيك. واضح جيد. أحسن الله إليك. قال باب جميل المعاشرة بحسن الخلق. قال حدثنا علي بن جعد قال حدثنا زهير بن معاوية عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت الأعراب من كل مكان فقالوا يا رسول الله ما خير ما أعطي الإنسان أو المسلم؟ قال الخلق الحسن. قال حدثنا عبد الرحمن بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن ادريس قال اخبرني ابي وعمي عن جدي عن ابي هريره رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكثر ما يدخل الناس الجنه قال صلى الله عليه وسلم بتقوى الله وحسن الخلق وسئل عن اكثر ما يدخل الناس النار قال صلى الله عليه وسلم الاجوفان الفم والفرج. قال حدثنا احمد بن ايوب قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن محمد بن اسحاق عن معاويه بن عبد الرحمن عن عطاء بن ابي رباح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قيل رسول الله اي المؤمنين افضل؟ قال احسنهم خلقا. قال حدثنا ابو خيثمة وغيره قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن ابي مليكة عن يعلى بن مملاك عن ام الدرداء رضي الله عنها عن ابي الدرداء رضي الله عنه يبلغ بالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء اثقل في ميزان المؤمن من خلق حسن وان الله تعالى يبغض الفاحش البذيء. قال حدثني ابراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا يونس بن محمد قال اخبار حدثنا ابو اويس عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الا اخبركم باكملكم ايمانا احاسنكم اخلاقا الموطؤون اكنافا الذين يالفون ويؤلفون. قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن عبد الله بن ابي اسامه عن عمرو بن ابي عمرو عن المطلب عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجه قائم الليل صائم النهار.
قال حدثنا حميد بن زنجوي ابن زنجويه قال حدثنا ابو الاسود النضر بن عبد الجبار قال حدثني نوح بن عباد القرشي وما رايت احدا كان اخشى لله منه عن ثابت البناني عن ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان العبد لا يبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الاخره وشرف المنازل وانه لضعيف العباده وانه لا يبلغ بسوء خلقه اسفل درك من جهنم وهو عابد. قال حدثنا عبد الله بن ابي بدر قال حدثني عبد الله بن ابي بدر قال حدثنا محمد بن عبيد عن محمد بن ابي ساره عن الحسن بن علي رضي الله عنه عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يعطي العبد من الثواب على حسن الخلق كما يعطي المجاهد في سبيل الله يغدو عليه الاجر ويروح. قال حدثنا علي بن جعد قال اخبرنا ابو المغيره الاحمسي النضر بن اسماعيل عن عبد الرحمن بن اسحاق عن رجل من قريش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الخلق الحسن لا يذيب الخطايا كما تذيب الشمس الجليد. قال حدثنا ابو خيثم قال حدثنا وكيع قال حدثنا اعمش عن ابي وائل عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول ان من خياركم احاسنكم اخلاقا. قال حدثنا عبد الله بن ابي بدر قال حدثنا زيد بن حباب عن معاويه بن صالح عن قال اخبرني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن ابي عن النواس بن سمعان انه سال النبي صلى الله عليه وسلم عن البر والاثم فقال صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق والاثم ما حاك في نفسك وان افتاك الناس وافتوك. قال حدثني محمد بن حسين قال حدثنا ابن نضر هاشم بن القاسم قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن عبد الله بن اسامه عن ابي بكر بن ابي الفرات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حسن الله خلق رجل وخلقه فتطعمه النار. قال حدثنا القاسم بن هاشم عن ابي عن المطلب بن زياد عن عبد الملك بن عمير قال ان الله اذا احب عبدا حسن خلقه وخلقه. قال حدثني محمد بن حسين قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا داود بن ابي عن مكحول عن ابي ثعلبه الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحبكم إلى الله وأقربكم إليها أحاسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إليها وأبعدكم مني مساوئكم أخلاقا الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. قال حدثني محمد بن حسين قال حدثني حسين بن علي الجعفي عن هلال بن أيوب قال سئل الشعبي عن حسن الخلق قال البذلة والعطية والبشر الحسن قال إلى أن وكان الشعبي كذلك. وحدثني محمد بن حسين قال حدثنا داود بن محبر عن حسن قال سئل الحسن عن حسن الخلق قال الكرم والبذلة والاحتمال. باب ذم سوء الخلق. قال حدثنا ابو خيثم قال حدثنا موسى بن ابراهيم قال حدثنا صدقه بن موسى قال حدثنا مالك بن دينار قال حدثني عبد الله بن غالب بن الحداني وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا تجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق. قال حدثني عقبه بن مكرم من العمي وقال حدثنا اسماعيل بن حكيم عن الفضل بن عيسى عن محمد بن مكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشؤم سوء الخلق. قال حدثني محمد بن يحيى بن ابي حاتم قال حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا ابو بكر بن مريم عن حبيب بن عبيد الرحبي قال ابن مصعب حسبت ان معه حكيم بن عمير عن عائشه رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشؤم سوء الخلق. قال حدثنا علي بن جعد قال اخبرني ابو المغيره الاحمسي عن عبد الرحمن بن اسحاق عن رجل من بني هاشم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الخلق السيء لا يفسد الايمان كما يفسد الخل العسل. قال حدثني عبد الله بن ابي بدر قال اخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن ابي رواد عن مروان بن سالم عن رجل من اهل الجزيره عن ميمون بن مهران قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب اعظم عند الله من سوء الخلق وذلك ان صاحبه لا يخرج من ذنب الا وقع في ذنب. قال حدثني القاسم بن هاشم قال حدثنا حماد بن مالك الاشعري الدمشقي قال حدثنا عبد العزيز بن حصين قال بلغني ان عيسى بن مريم عليه السلام قال من ساء خلقه عذب نفسه ومن كثر كذبه ذهب جماله ومن لاح الرجال سقطت كرامته ومن كثر همه سقم بدنه. قال باب المدارات بين الجانب وطيب الكلام قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله بن عون الخراز وقال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثني هشام بن عروة عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن عمرو الأودي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون من يحرم على النار أو تحرم عليه النار كل هين لين سهل قريب. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا حسن بن عيسى قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا معمر عن ممنون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلمة الطيبة صدقة. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا عبد الرحيم بن زيد عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة غرف يرى ظاهرها من باطنها أعد الله عز وجل لمن أطعم طعامه وأطاب الكلام. قال حدثنا بشار بن موسى قال حدثنا يزيد بن مقدام قال حدثنا يزيد بن مقدام بن شريح قال حدثنا أبي المقدام عن أبيه عن جده بن شريح قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بشيء يجيب لي
قال اخبرني بشيء يجيب لي الجنه. قال عليك بحسن كلامي وبذل الطعام. قال حدثنا عبد بن عبيد الله بن جرير قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن ليث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اظنه رفعه شك ليث قال كلمه طيبه يتكلم بها رجل صدقه. قال حدثنا محمد بن مسعود قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن عمرو بن مرة عن خيثمه عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار رب شق تمرات فان لم يكن شق تمرات فكلمه طيبه. قال حدثنا اصحاب بن اسماعيل قال حدثنا سفيان سمع انه سامع عابدا منكدر يقول يمكنكم من الجنة إطعام الطعام وطيب الكلام. قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا شريك عن أبي سنان قال قلت سعيد بن جبير المجوسي يوليني من نفسه ويسلم علي أفأرد عليه؟ فقال سعيد سألت ابن عباس رضي الله عنه عن نحو عن نحو من ذلك فقال لو قال لي فرعون خيرا لرددت عليه. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي قال حدثنا حسن بن صالح عن سماك عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال من سلم عليك من خلق الله فاردد عليه وان كان مجوسيا وذلك بان الله عز وجل يقول واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها. قال حدثنا خالد بن هشام قال حدثنا خالد بن عبد الله يعني عبد الملك عن عطاء قوله وقولوا للناس حسنى قال للناس كلهم المشرك وغيره. قال حدثنا محمد بن عبد قال حدثنا زيد بن الحباب قال عن محمد بن سواء قال اخبرني همام بن يحيى عن هشام بن عروه قال عطس نصراني طبيب عند ابي فقال له رحمك الله فقيل له انه نصراني فقال ابي رحمه الله على العالمين. قال حدثنا محمد بن عمارة الاسدي قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا مسلمة بن جعفر عن عمرو بن عامر البجلي عن وهب بن منبه قال ثلاث من كنا فيه اصاب البر سخاوه النفس والصبر على الاذى وطيب الكلام. قال حدثني محمد بن حسين قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا حماد بن زيد عن حميد الطويل قال قال ابن عمر رضي الله عنهما البر شيء هين وجه طليق وكلام لين. قال حدثني علي بن ابي مريم عن عبيد الله بن محمد القرشي قال قال بعض الحكماء الكلام اللين يغسل الضغائن المستكنه في الجوانح. قال حدثنا القاسم بن هاشم قال حدثنا ابو اليمن قال حدثنا صفوان بن عامر عن عبد الرحمن بن جبير قال شكر رجلا ابي مسلم الخولاني ما يلقى من الناس من الاذى فقال له ابو مسلم ان تناقض الناس يناقضوك وان تتركهم لا يتركوك وان تفر منهم يدركوك. قال فما اصنع؟ قال هب لهم عرضك ليوم فقرك وخذ شيئا من لا شيء يعني الدنيا. قال حدثنا يحيى بن محمد بن الساكن ابو عبيد الله البصري قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا محصن قال حدثنا سفيان بن حسين عن محمد بن كدر عن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول النبي صلى الله عليه وسلم ما بر الحج؟ قال طيب الكلام واطعام الطعام. باب الحذر من الناس اتقاء شرهم والمداراة لهم. قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا بقية بن الوليد عن معاوية بن يحيى عن سليمان بن مسلم عن انس بن مالك رضي الله عنه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احترسوا من الناس بسوء الظن. قال حدثني ابي رحمه الله قال اخبرنا ابو معاويه قال اخبرنا ابو معاويه عن ابراهيم بن طهمان عن من اخبره عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من الحزم سوء الظن بالناس. قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا بقيه بن الوليد عن الوليد بن كامل البجلي عن نصر بن علقمه الحضرمي عن عبد الرحمن بن عائذ الازدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من الحزم ان تتهم الناس. قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا بقية أبي بكر بن أبي مريم قال حدثني أبو الأحوص وضمرة بن حبيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي عبيدة بن الجراح لا تأمنن أحدا بعدي. قال كتب إلي أبو نصر قال كتب إلي أبو نصر العابد وقال حدثنا أبو زرعة الدمشقي عبد الرحمن بن عمرو قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الحصوبي عن صدقة عن أبي وهب عن مكحول عن أبي أمامة رضي الله عنه قال كان الناس كشجرة ذات جنان ويوشك أن يعود كشجرة ذات شوك. قال حدثنا روح بن حاتم قال حدثنا إسماعيل بن علية عن بعض أصحابه يعني أحمد سعيد قال بلغني أن أبا الدرداء رضي الله عنه كان يقول ما من يوم أصبح فيه لا يرمي الناس فيه بداهية إلا عددتها لله علي نعمة. قال وقال حسن بن ثابت وإن امرأ أمسى وأصبح سالما من الناس إلا ما جنى لسعيد. قال حدثنا احمد بن رضي الله عنه قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال اخبرنا سفيان عن ابي اسحاق عن ابي الاحواص عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كل يوم وليله تمر بك معافى في نفسك واهلك ومالك كرامه من الله ونعمه لا تدري ما حسب ذلك حتى يصيبك ما لا بد منه. قال حدثني روح بن حاتم قال حدثنا ابن علية عن يوسف بن عن الحسن قال قال ابو الدرداء رضي الله عنه يا بني لا تتبع بصرك كلما ترى في الناس فانه من يتبع بصره كلما يرى في الناس يطل حزنه ولا يشفي غيظه ومن لا يعرف نعمة الله عليه إلا في مطعمه أو في مشربه فقد قل عمله وحضر عذابه ومن لم يكن غنيا في الدنيا فلا دنيا له. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثني إسحاق بن عمير الحلبي قال عن عطاء خفاف
قال لي سفيان الثوري ونحن نطوف بالبيت وضرب حجزاتي، فقال يا عطاء احذر الناس وانا فاحذرني. قال حدثني محمد الحسيني قال حدثني بشر بن مصلح النعتكي وقال حدثني عطاء بن مسلم الخفاف قال لي سفيان يا عطاء احذر الناس وانا فاحذرني، فلو خالفت رجلا في رمانة فقال حامضة وقلت حلوة أو قال حلوة وقلت حامضة، لا خشيت أن يشيط بدمي. قال حدثني محمد الحسين قال حدثني عياش بن عصم أبو الوليد الكلبي قال حدثني سعيد بن صدقة حديث 123. قال حدثني محمد الحسين قال حدثني عياش بن عصم أبو الوليد الكلبي قال حدثني سعيد بن صدقة أبو المهلل قال أخذ بيدي سفيان الثوري فأخرجني إلى الجبان، فاعتزلنا ناحية عن طريق الناس، ثم بكى ثم قال يا أبا مهلهل قد كنت قبل اليوم أكره الموت، فقلبي اليوم يتمنى الموت وإن لم ينطق به لساني. قلت ولماذا؟ قال لتغير الناس وفسادهم. ثم قال والله ما أعلم اليوم بالكوفة أحدا، لو فزعت إليه في قرض 10 دراهم أقرضني ثم كتمها علي حتى يذهب ويجيء ويقول استقرضني سفيان فأقرضته. هذا في زماني رحمه الله، الله المستعان. قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا محمد بن بشير العبدي عن بكر بن محمد قال لي داود الطائي فر من الناس كما تفر من الاسد. قال حدثني ابراهيم بن راشد قال حدثنا الوليد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن داود عن سعيد بن عبد الرحمن اخي ابو حره عن ابن سيرين قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه اتقوا الله واتقوا الناس. قال حدثني دهثام بن الفضل القرشي قال حدثنا محمد بن عليم قال حدثنا مالك بن انس عن رجل عن ابن عباس رضي الله عنه قال لولا مخافه من الوسواس لدخلت الى بلاد لا انيس فيها، وهل يفسد الناس الا الناس؟ قال حدثني محمد هارون قال حدثني الفريابي قال حدثنا سفيان قال كان طاووس يجلس في البيت فقيل له لما تجلس في البيت؟ قال حيف الائمه وفساد الناس. قال حدثنا احمد بن ابراهيم قال حدثنا محمد بن كثير عن نعمان بن الزبير الصنعاني قال سال رجل طاووسا عن شيء فقال ان الناس يقولون فيه كذا وكذا، فقال له قبح الله الناس. قال حدثنا علي بن جعدي قال اخبرني الهيثم بن قال اخبرني الهي قال اخبرني هيثم بن جماز قال اوحى الله عز وجل الى داود يا داود تخاف احد غيري؟ قال نعم يا ربي اخاف من لا يخافك. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن ثورة البلخي قال سمعت ابراهيم بن شماس قال سمعت حفص بن حميد الاكاف قال وقال لي كيف انت؟ قال قلت بخير. قال قد تكلم اهل مروة بقدومك؟ قال قلت لا ادري. قال جاءني غير واحد فقال قدم ابراهيم ثم قال لي من بنى مدينة مروة؟ قال قلت لا ادري. قال رجل يبني مدينة مثل هذه لا تدري من بناها، فغدا من يكون حفص من يكون ابراهيم؟ لا تغتر بهذا القول. ثم قال جربت الناس منذ 50 سنة فما وجدت اخا لي ستر لي عورة ولا غفر لي ذنبا فيما بيني وبينه، ولا وصلني اذا قطعته ولا امنته اذا غضب، فالاشتغال بهؤلاء حمق كثير. قال كلما اصبحت تقول اتخذ اليوم صديقا ثم تنظر ما يرضيه عنك، اي هدية اي تسليم اي دعوة، فانت ابدا مشغول. قال حدثنا علي بن الحسن بن ابي مريم قال حدثنا الحسن بن موسى النسائي قال سمعت محمد بن عيسى قال يزيد بن ابي حبيب من الاقاويل المحفوظه والسرائر مبلو مبلو مبلوة الاقاويل محفوظات والسرائر مبلوات وكل نفس بما كسبت رهينه، وقد اصبح الناس منقوصين مدخولين الا من عصم الله، فقائلهم ناعر ومستمعهم غائب وسائلهم متعنت ومجيبهم متكلف، يكاد افضلهم رايا يرده ادنى الرضا وادنى السخط، ويكاد أصلبهم عودا تنكأه اللحظات وتستجلبه الكلمة. قال كتب إلي أبو نصر قال سمعت عبد الله بن خبيق يقول قال محمد يوسف استشرت سفيان الثوري في المقام بالشام فقال لا أرى لك ذلك لأنها بلاد فتنة، ولكن إن صح عزمك فعليك ببعض السواحل ثم استفد 100 صديق، فإذا استقصيت أمرهم فاطرح 99 وكن من الواحد في شك، واعلم أنه لم يكن في الأرض إلا وزيرين ولدي آدم غضب أحدهما على الآخر فقتله. قال وكتب إلي أبو نصر قال لي طاهر بن عبد الملك من المصيصة سمعت أبي يقول سمعت الفضيل يقول أنا في طلب رفيق منذ 20 سنة إذا غاضب لا يكذب علي. وقال الفضل بن سالم قال لي بشر بن الحارث زاد في الناس فعن معرفة مني بهم زهدت فيهم. قال حدثني محمد بن المروزي قال حدثنا عبد الله بن خبيك قال مسعار ما نصحت احدا الا طلب عيوبي. قال حدثنا محمد منصور قال حدثنا احمد سعيد قال لي نصر بن يحيى بن ابي كثير من عاشر الناس داراهم ومن داراهم راياهم. قال حدثنا عبد الله بن حمد قال حدثنا معتمر
ابن سليمان. قال سمعت عقبه بن محمد المديني يحدث عن عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن ابي حازم عن سعد بن سعيد الساعدي رضي الله عنه رفع الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله على النبي صلى الله عليه قال: عند الله عز وجل خزائن الخير والشر مفاتيحها الرجال، فطوبى لمن جعلته مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لمن جعلته مفتاحا للشر مغلاقا للخير. باب اعتزاز الشر واهله. هذا الباب ان شاء الله نقراه يعني ماشي. قال: باب اعتزال الشر واهله. قال: حدثنا سعيد بن محمد الجرمي، وقال: حدثنا محبوب بن محرز التميمي، قال: حدثنا سيف بن ابي المغيرة عن مجلد عن عامر الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اياكم ومشاره الناس، فانها تدفن الغره وتظهر العوره، اي تدفن يعني تذهب. قال: حدثنا هارون بن عبد الله، قال: حدثنا سيهم، قال: حدثنا جعفر، قال: حدثنا فائد ابو الورقاء، قال: حدثنا بلال بن ابي الدر ابن ابي الدرداء قال لي ابي: يا بني اذا رايت الشر فدعه اهله. قال: حدثنا ابو بكر البهلي، قال: حدثنا اصمعي، قال: بلغني عن ابن عون، قال: بلغني عن ابن عون قال: كتب الحسن بن علي الى الحسين رضي الله عنهما يعيب علي اعطاء الشعراء، فقال الحسين: ان خير المال من وقي به العرض. قال: وحدثنا عفان بن مخلد البلخي، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا ابو الاشعبي عن قتاده قال: قال لقمان لابنه: اي بني اعتزل الشر كيما يعتزلك، فان الشر للشر خلق. قال: حدثنا المفضل بن غسان، قال: حدثنا مصعب بن عبد الله، قال: حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن هشام بن سعد عن زيد بن اسلم ان لقمان قال لابنه: كذب من قال الشر يطفئ الشر، فان كان صادقا فليوقد نارا عند نار، ثم لينظر هل تطفئ احداهما الاخرى، والا فالخير يطفئ الشر كما يطفئ الماء النار. قال: حدثنا احمد بن جميل المروزي، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، قال: اخبرنا اسرائيل عن ابي يحيى عن مجاهد عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوب نفسك. قال: حدثنا حسين بن منصور، قال: حدثنا حجر بن محمد عن المسعودي عن عون بن عبد الله قال: ما أحسب أحدا تفرغ لعيب الناس إلا من غفلة غفلها عن نفسه. قال: حدثنا محمد بشير، قال: حدثنا جميع بن عبد العزيز الهجيمي عن عبد الله بن بكر عن ابن عبد الله المزني عن أبيه قال: إذا رأيتم رجلا موكلا بذنوب الناس ناسيا لذنبه فاعلموا أنه قد مكر به. قال: حدثنا محمد بشير، قال: حدثنا عبد الرحمن بن جرير ابن جرير قال ابو حازم: من راى انه خير من غيره فهو مستكبر، وذلك ان ابليس قال: انا خير منه، فكان ذلك استكبارا. قال: حدثنا بشير بن الوليد، قال: اخبرنا صالح المري عن سعيد بن جرير عن ابي عثمان النهدي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احبكم الى الله احاسنكم اخلاقا الموطؤون اكنافا، قال: الذين يؤلفون ويالفون، وابغضكم الي الى الله المشاؤون بالنميمه، المفرقون بين الاخوان الملتمسون لاهل البراء العثرات. وبأسانيدكم حفظكم الله تعالى الحكم بن معبد الخزاعي رحمه الله تعالى في السنة، قصيدة في السنة قال: منحتكم يا أهل ودي نصيحتي، وإني بها في العالمين لمشتهر، وأظهرت قول الحق والسنة التي عن المصطفى قد صح عندي بها الخبر، ألا إن خير الناس بعد محمد عليه سلام بالعشي وبالبكر 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 أبو بكر الصديق لله ضره على رغم من عادى ومن بعده عمر. إن شاء الله نذكر القصيدة. بعده عمر، وبعدهما عثمان، ثم تبعده أبو الحسن المرضي من أفضل البشر، أولئك أعلام الهدى ورؤوسه، وأفضل من في الأرض يمشي على العفر، وحبهم البكر. نعم، أحسن الله عليك الإخوة بالرسائل، والله بتخلي الواحد يعني سبحان الله يعني ينشغل. نعيد عشان بعض الإخوة اللي دخلوا، الله يحفظ. قال الحكم ابن معبد الخزاعي في قصيدة في السنة، الحكم ابن معبد الخزاعي: منحتكم يا أهل ودي نصيحتي، وإني بها في العالمين لمشتهر، وأظهرت قول الحق والسنة التي عن المصطفى قد صح عندي بها الخبر، ألا إن خير الناس بعد محمد عليه سلام بالعشي وبالبكر، أبو بكر الصديق لله ضره على رغم من عادى ومن بعده عمر، وبعدهما عثمان، ثم تبعده أبو الحسن المرضي من أفضل البشر، أولئك أعلام الهدى ورؤوسه، وأفضل من في الأرض يمشي على العفر، وحبهم فرض على كل مسلم، وحبهم فخر الفخور إذا افتخر، وحب الأولى قد هاجروا ثم جاهدوا ففرض، ومن آوى النبي ومن نصر، وأشهد أن الله لا رب غيره، له الفضل والنعماء والحمد والشكر، سيبدو لنا يوم القيامة بارزا فنبصره جهرا كما نبصر القمر، وأن كلام الله ليس بمحدث، ومن قال مخلوق فبالله قد كفر، أدين بقول الهاشمي محمد، وما بمقال الجهم دنت ولا القدر،
ولا الرفض والإرجاء ديني، وإنني لبان على التنزيل ثم على الأثر، فديني دين قيم قد عرفته أبوح به، إن ملحد دينه ستر. بهذا أرجي من إله بهذا أرجي من إلهي عفوه، وأرجو بهذا الفوز يا رب من سقر. أجرني يا رحمن إنك سيدي، وجارك في أمن وفي أعظم الحبر. اللهم أجرنا جميعا من الحبر. قال العلامة عبد القاهر التبريزي رحمه الله: كم بين بان الأجراع ورامة ولعلع، من قلب صب موجع سكران وجد لا يعي، تراه ما بين الحلى الجريح أسياف المقل، فارفق به ولا تسل عن قلبه المضيع. ود الحمى فأخلص إذ حقه قد حصحص، فوده أن يخلص من الحضيض الأوضع إلى المقام الأول ومعهد الأنس الحالي أو الخلي والمربع السامي العلي، سقيا له من مربعي. رحلت عن ذاك الفضا لا باختياري والرضا، فيا زمانا قد مضى، إن عاد ماض فارجعي. واركع إذا الليل دجا ركوع خوف ورجا، وعد في سفن النجا إلى الفضاء الأوسع. عليك بالتهجد وقم طويلا واسجدي، وبت نديم الفرقدي، واشرب كؤوس الأدمع. قف عند حكم المصحف من غير ما تحرفي، ولا تخض وقعت في أو وفقت في أقوال أهل البدع. فإنه كلامه أعيا الورى نظامه، وبهرت أحكامه الغر جميع الشيع منه كما جاء بدا. فكن به معتضدا، ولا تجادل أحدا في أيه، وارتدعي ولا تؤول ما ورد لله من سمع ويد، وقل هو الله أحد قول امرئ متبعي. وإنه عز وجل كلم موسى ذا الوجل، لما تجلى للجبل جهرا كلاما مسمعي. أصغى إليه فوعى بإذنه ما سمع، ثم أجاب مسرعا جواب ثبت أروعي. ولا توافق من غوى، وقل بأن ذا القوى حقا على العرش استوى كما أراد، فاسمعي. وهو تعالى في السماء عال ومعنى أينما، بغير كيف لا كما يخطر للمبتدع. من قاسه من البشر بخلقه فقد كفر. مسمعي، نعم أحسن الله، مسمعي. وهو تعالى في السماء عال ومعنى أينما، بغير كيف لا كما يخطر للمبتدع. من قاسه من البشر بخلقه فقد كفر، وقد أطاع ونصر أمر الهوى المتبع. وإله من وزن العمل وبحره عندي وشل، قد غاض طاميه وقل فما ترى في منبعي. واعترضت جهنم ونارها تضطرم، وكب فيها المجرم، وقيل يا نار ابلعي. وجنة الفردوس قد تزخرفت لمن عبد، وقام ليلا وسجد في طمره المرقع. ونهدت أبكارها واضطردت أنهارها، وغردت أطيارها في كل غصن مونع. يا من له تبتلي في كل ليل أليلي، ومن إليه موئلي دون الورى ومفزعي. صل على خير البشر من كل أنثى وذكر، محمد وجه القمر ذي الجانب الممنع. آخر قصيدة سريعة إن شاء الله. شكرا، الله يحفظك ويبارك فيك. بغية الطالب الحثيث في معرفة علم المصطلح الحديث للشمني. يقول أفقر الورى محمد ابن الشمني، ابن الشمني الله ربي أحمد، مصليا على حبيب ربه محمد وآله وصحبه. وهذه أرجوزة مختصرة توضح من علم الحديث أكثر. قد ذللت قطوفها تذليلا، وسهلت للطالب السبيل، فكن بها معتنيا لتنبلا، وإن تجد عيبا فسد الخلل. والله أستعين في المراد، وأسأل التوفيق للسداد. أقسام الحديث: وقسموا ما قد أتى من السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. فالخبر الصحيح ما قد وصل إسناد متنه ولم يعلل، والحسن الذي يكون قصر عن الصحيح دون علة ترى. ومن بيحتج فليس ينكر، وإن يكن عن الصحيح يقصر. وما سوى هذين فالسقيم، وليس حجة به تقوم. وقد تسامحوا بنقل الوارد فيما سوى الأحكام والعقائد، وإن لدى نقلك للضعيف بصيغة تشعر بالتضعيف. وهكا جملة من أنواع الخبر ورسم كل واحد على الأثر. فالمسند الذي يكون نقل بسند إلى النبي متصلة، وما يرى من مسنده قد اتصل للمنتهى إليه فهو المتصل. والخبر المرفوع ما قد نسب للمصطفى، أو رفع من قد صاحبه، وما إلى الصاحب قد أضيف فهو الذي
يدعونه الموقوف، وسمم المفرد من المقاطع ما قد أضيف مطلقا للتابع. ومرسل الحديث ما يقول التابعي فعل الرسول، منقاطع الحديث ما يختزل قبل الوصول للصحابي رجل. أحسن الله إليكم شيختنا وبارك الله فيك ومتعك بالصحة والعافية. آمين، جزاكم الله خيرا. رضي الله عنكم وجعل هذا المجلس في موازين حسناتكم. آمين آمين، جزاكم الله خيرا، حفظكم الله. الله يرضى عنكم. شيختنا تجزي من القارئ والسامعين خاصة وعامة والأزواج والذرية والطلاب. إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فأجيز السادة الأفاضل السامعين والحاضرين وأزواجهم وذرياتهم إجازة خاصة بكل ما قرئ، وكذلك أجيزكم جميعا إجازة عامة بكل ما يصح لي وعني روايته وسرويته بشرطها المعتبر عند أهل الحديث والأثر. وصلى الله على سيدنا محمد، والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نختم المجلس القادم إن شاء الله كتاب ابن أبي الدنيا إن شاء الله. إن شاء الله على خير إن شاء الله. والزوجات شيخاتنا الإخوة يطلبون يعني إجازة الزوجات حتى لا أنا نبت قلت خالد من بنات. الزوجات والذرية. جزاكم الله خير. أحسن الله إليك. الله يسلمك، الله يبارك السلام فيكم عليكم ويسلمك. في أمان عليكم الله. السلام ورحمة الله. الله يسلمكم ويبارك فيكم. آمين ورب العالمين. الحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة الكرام بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يعني نحن بدأنا من كتاب مداراة الناس للإمام ابن أبي الدنيا وتوقفنا على باب الإصلاح بين الناس حديث 147. توقفنا على حديث 147 باب الإصلاح بين الناس، وقرأنا قصيدة في السنة للحاكم ابن معبد الخزاعي. إن شاء الله ننزل التطبيق في التليجرام إن شاء الله يا إخوة بارك الله فيكم. المجلس هذا يا إخوة يعني الشيخة هي اللي قالت التساعد بتوقيت مكة، وكما تعلمون بارك الله فيكم لا نستطيع تغيير الموعد يعني على حسب الشيخ يعني. أحسن الله إليكم وبارك فيكم.